اليوم بنتحدث عن ربط الفريق والأفراد بالغرض. هلا، أنا غاية البروانية. من السبعينات الأبحاث أظهرت بأن الناس اللي يؤمنوا بأن عملهم مهم بيكونوا متحفزين ويعملوا على شمال الجودة ويتعلموا بشكل أسرع ويحسوا بالراحة وفي العمل بأربع مرات أكثر من اللي ما يؤمنوا أن عملهم مهم. ولكن هل تعرف كيف تفعل الغرض وتربط أفراد فريق العمل لهذا الغرض؟ بعطيكم ثلاث طرق لعمل ذلك، وهذه الطرق أثبتت علمياً بأنها تعمل في ربط الفريق والأفراد بغرض المؤسسة أو بغرض الفريق العمل. فريق العمل، أولاً، أرى الناس كيف عملهم يساهم أو يساعد الآخرين بطريقة دائمة. من كم سنة وراء كنت أعمل مع فريق عمل في دائرة العمليات، وكانوا يمروا بعام صعب مادياً وكانوا منحطين معظمهم، وكنت أعطيهم ورش عمل وجلسات كوتشينج للفريق علشان أساعدهم وأشاركهم للوصول إلى ويرجعوا إلى المسار الصحيح. في آخر أحد الجلسات، جلسات الكوتشينج للفريق، أحد الأفراد قال لي: أنا عمري ما عرفت أن اللي أنا أسويه يحدث فارق، وما كنت أعرف أني أنا أقدر من قبل أعضاء الفريق. خطوة ثانية ممكن الواحد يأخذها علشان يعزز يربط أعضاء الفريق بالغرض هي ربط أعمالهم اليومية أوكي بالأهداف السامية أو الغرض السامي اللي للمؤسسة ككل أو للمجموعة ككل. هذا يعزز من العزيمة في الأفراد. إحدى القصص المفضلة لدي وهي معروفة كانت قصة الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي. قبل ما يروح علشان يلقي خطاب قبل أنه يبعث أحد الصواريخ إلى الفضاء، مر بعامل نظافة ينظف المكان وسأله: إيش اللي أنت تسويه هنا؟ وعامل النظافة رد عليه: أنا أبعث رجل إلى القمر. واستمر أنه ينظف الأرض. هذه قصة ملهمة تبين كيف قادة ناسا عرفوا إنهم يخلوا الهدف موحد والغرض السامي في ذهن كل فرد من أعضاء 300,000 فرد في الفريق ككل. الطريقة الثالثة اللي بطرحها عليكم إننا نخلي الأهداف النامية أهم من الأهداف التحقيقية.
علماء النفس والباحثين وجدوا أن هناك نوعين من الأهداف. النوع الأول الهدف اللي هو يثري الرؤية الذاتية والأهداف اللي تنبع من التعاطف. فمثلا الأهداف اللي تنبع من الصورة الذاتية هي اللي نستخدمها كي نتقدم، والأهداف المتعاطفة هي اللي تعزز من العطاء. معظم المؤسسات بطريقة غير مباشرة من غير ما يقصدوها يعززوا من الأعمال اللي تنمي الأنانية في الشخص. علشان نعزز المعنى والغرض داخل فريق العمل يجب أن ننظر مرة أخرى إلى الأهداف، نوع الأهداف اللي نعطيها لأعضاء أعضاء العمل، وفي نفس الوقت الطريقة اللي نعطي إنجازي التقدم اللي يحدثه الناس. فمعنى فالأبحاث وجدت أن الناس اللي هم يعيشوا بأهداف لتعزيز الرؤية الذاتية ما يحصلوا نفس الحافز والتعليم والتقدم والعلاقات النامية اللي حصلوها الناس اللي أهدافهم تنظر إلى كيفية مساعدة أو مساهمة في تنمية أو تعزيز الآخرين. والأبحاث وجدت أن الفريق اللي يستخدم كلمة نحن عوضاً عن أنا يحسوا بمعنى أعظم في الفريق، ويحسوا بالجماعة ومعنى الفريق الصحيح. عبر أننا نري الأفراد الأعضاء وأفراد الفريق أعضاء الفريق بأنه عملهم كيف عملهم يساهم ويعزز في الآخرين، وأننا نساعد الناس أنهم يربطوا أعمالهم اليومية بالغرض السامي اللي إحنا جايين نسويه في المؤسسة، ونفس الوقت أننا نخلي الأهداف المساهمة أهم من الأهداف التحقيق الذاتي، بيساعد في أننا نعطي معنى إيجابي للعمل. من وين بتبدأ اليوم؟ إذا كنت تريد أنك توصل لنتائجك بطريقة أسرع وأسهل، يمكنك التواصل معي على غاية@غايبروان.com. وإذا كنت تريد تعرف كيفية عملي مع الأفراد وفرق العمل، يمكنك زيارة موقعي هو www.غايبروان.com. وإلى حلقة أخرى بإذن الله، مع السلامة.